مؤقتة ما لم يتم معالجة الكل. يعني احنا ما نحتاج الى لجنة تقط لها كم مليون وتعدل وضع البورصة بشكل مؤقت كم يوم وبعدين تنتهي. هي عملية الاصلاح الاقتصادي عملية متكاملة متناسقة. البورصة هي انعكاس للوضع الاقتصادي في المجتمع. اذا كان الوضع الاقتصادي غير مريح وغير نامي وغير واضح المعالم ومبني على خطة تنموية استراتيجية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص بشكل كامل، يعني ما كنا حلينا المشكلة ولا نكون عالجنا الأمور، وحنبقى management by crisis أو لجان تعالج الكوارث أو تعالج الأزمات، ولا ما هكذا تبنى يعني الدول ومستقبل الدول. يجب أن نبني أمورنا بشكل بخطة تنموية سليمة. كل ما قلنا القطاع الخاص قالوا أنتوا أصحاب مصالح. نعم. طيب إذا ما الإنسان إذا ما عنده مصلحة في بلده وين تكون مصالحه؟ التضارب المصالح ليس بالاستشارة وبداء الرأي، التضارب المصالح بالتنفيذ. تضارب المصالح لما يكون موظف دولة عنده شركة يروح يشتري من هذه الشركة للمصلحة اللي هو يشتغل فيها، هذا هو تضارب المصالح. أما تضارب المصالح ليس ما يأتي باستشارة القطاع الخاص. نعم. في التنمية البورصة لن تعالج مشاكلها ولن نستطيع أن نعالج مشكلة انخفاض أسعار النفط ما لن نعالج الوضع الاقتصادي بشكل عام. شكرا لك فيصل المطوع رئيس شركة بيان للاستثمار، شكرا جزيلا لك.